تحت خط الفقر أو ربما في مرحلة الفقر المدقع والجوع يعيش ملايين اليمنيين في ظل مأساة إنسانية كبرى بسبب الحرب المتواصلة في البلاد منذ نحو تسع سنوات محمد أحمد عاتي مواطن يمني نازح يسكن كوخا طينيا بقرية الجعدة في محافظة حجة بعدما خرج من بيته قصرا منذ أربعة سنوات بصحبة زوجته وأطفاله هربا من الموت أثناء المعارك التي دارت بقرية الطينة في المحافظة ذاتها سنة 2019 بين الجيش اليمني الشرعي وميليشيا الحوثي المدعومة إيرانية فقد محمد بيته وارضه ومصدر رزقه بسبب الحرب فبات غير قادر على تامين متطلبات الحياه اليوميه لاسرته ناهيك عن توفير نفقات العلاج لطفله المريض ابراهيم انا نازح من الطينه الى الجاده انا واولادي من الطينه الى الجاده ميدي وابن المريض هذا ابراهيم ورحت بهم مستشفيات كثير ومن في عيادات كثير ولا لا بأني من الظروف ما, ما كنت اتعالج الى حد الان عنده ورم هنا وعنده انحناء وعنده ورم في الظهر والمساليك عنده البول ما يوقف ما يتوقف البول ولا يتبول طبيعي حتى وبينما يؤكد تقرير البنك الدولي الصادر في اذار الماضي ان اليمن يتصدر البلدان الاشد فقرا والاقل نموا في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا يعاني اليمنيون من التداعيات الاقتصاديه للحرب فيشكو محمد من الديون التي اثقلت كاهله في رحله علاج طفله ذو السبعه اعوام مؤكدا انه اصبح عاجزا ومقيدا عن تامين تكاليف العلاج والدواء لطفله للعام الثالث على التوالي هي الحرب حين تشتعل شرارتها في بلد تاتي على الاخضر واليابس ولا تدمر ثروات الشعب في الحاضر فقط بل تقضي على الامل في مستقبل افضل